معقولة؟ معقولة كفتة راح يروح مننا بدي السهولة؟ المهم يا عيال ما يموت كفتة هو زعلان على أحد فينا. أنت يا عامر بالذات لازم تتحلل منه. يا عيال لازم كفتة يحللنا ويبيحنا ويعيش آخر أيام بسعادة. كفتة لو ما سامحنا ما حنتوفق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كيا كم مكنكا، كيا كم مكنكا. بسم الله الرحمن الرحيم. كفتة فقدتني يا عامر. اي والله فقدتك، بس يوم كنت معاكم تتريق وتطقطق علي كل يوم. انا اسف يا كفتة، سامحني تكفى، والله ما عاد اعودها. وعادي تبي تطقني عادي، ترى طقني. اسف ما اقدر، اخلاقي ما تسمح لي. من زين اخلاقك. كفتة كفتة امزح يا كفتة. عامر عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. كفتة وينك من امس؟ ادق على جوالك مقفل. انت صاحي؟ مو جابك عند بيتنا؟ ابد، جيت اطمن عليك واشتقت لك يا حبيبي يا كفتة. يا لا تبوسني يا اخي، هذا جزاتي، احبك وجاي اطمن عليك تسوي فيني كذا يا كفتة؟ اصلا اكثر واحد يكرهني انت. قسما بالله غير صحيح، لا تسمع كلام العذال يا كفتة. اقول لك انا عندي مشاوير ماني فاضي حق البربره حقك هذه. يلا مع السلامه. والله والله ما تقضي أي مشوار إلا معي، وعلى حسابي أي شيء تشتريه. أمشي. هاي كفتة كيف؟ حلو، بس أبغى حلا. لو سمحت عطنا واحدة كليجة هولندية. أبشر. الله، لو يجمع ولته. والمخلوط بحطه في الثلاجة لبكرة. أبوك يا الاستغلال، لكن ابشر بعزك يا كفتة تستاهل. لو سمحت عطنا واحد لاتيه وواحدة كليجة هولندية. باقي شيء يا حبيبي يا كفتة؟ خليها في الليل. بالليل عندنا عزيمة بالاستراحة. ايش المناسبة؟ المناسبة نبي نقول لك الحمد لله على السلامة. أقصد مع السلامة. وين خويك من الموت؟ شش، توه ما جاء. بعدين تعال، ترى هو ما يدري، لا تفضحنا. مرحبا يا جماعة. حيا كفتة، 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 واحدة واحدة واحدة. لكفتة أحلى واحدة. هذا الدفش جايبينه لك مخصوص علشانك. اهلا حبيبي. لا 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 تقرب منه وتعديه، خليك بعيد. ها بعدين ترى عليه ضمان، استرح خليك ثقيل. يلا تحيه للحاضرين كلهم، واحلى تحيه خاصه لكفته. الله يحفظك ويطول بعمرك ويخليك لنا، واستودعناك الله. لا قل له هزين، قل له قل له. ايش يقول لي؟ يقول لك وش حاب تسمع؟ ابغى اغنيه وداعيه. وش دراك عن ايش؟ وش دراك قلبي يهواك، وش دراك قلبي يهواك، وش دراك قلبي يهواك. استرح استرح استرح، ما لها داعي ما لها داعي. اقصد وش حاب تسمع يعني؟ لا لا عندي عندي عندك اغنيه. ها يلا طيب. مرحوم يلي مات باول شبابه، توا صغير السن ما عاش دنيا. مرحوم ياللي مات باول شبابه، توا صغير السن ما عاش دنيا. هذا خويك اللي موت؟ اي هذا هو. هذا جمس قضى 10. كل ما شاء الله لا تلحته. نشيط. كل ما شاء الله طيب. نشيط. خلاص خلاص غن غن. قن طيب. شوف كيف قاعد ينطنط، معقول هذا راح يموت دحين؟ شايفين كيف فرحان ومبسوط؟
كذا مناعته هتزيد، واحتمال ما يصير كلام الدكتور ويعيش كفتة. الجانب النفسي جدا مهم. أنت وعامر آخر من حكي عن الجانب النفسي، أنتم الوحيدين اللي دمرتوا كفتة نفسيته. يا عمي ما قد أذيته. يا أبوي إيش اللي ما قد أذيته وأنت شغال بالأربع والخمسة تهزمه في الصوني؟ إيش دخل يا أبوي ذا بلايستيشن؟ يعني أخسر عشان يحللني؟ إيه والله يا أخوان، ترى لازم قبل ما يموت يحللنا. حللك؟ أنت يلا تحج عنه عشان يحللك. اسمع يا حبيبي كفتة، من اليوم ورايح ما في روح لبيتكم، ما نبي نفارقك ولا دقيقة، أكلك وشربك ونومك ومصروفك كله علينا، وهذه غرفتك. ها، بيتك هنا. بيتك هنا في داخل القلب لو جيت. لا، أسكت أسكت، صوتك زفت. هو صادق، صوتك زفت، لا تغني ها. وانت بعد كثير كلامك يا عامر. هيا هيا اطلع برا انت وياه، يلا خلونا ننام يلا. الحين وش اللي حادنا على المذله ذي؟ والله اني ودي ارثعبه واخربها. آه يا ابن الحلال، ترك مسوي كل هذا الشيء عشان يحلل قبل ما يموت. تحمله كم يوم؟ هي بس غبني وانا اكثر. وانا اوريك كفتة. امشي امشي. Good morning. صفب يا مستر كفتة. طبعاً أطباق الفطور اليوم عندنا الكروسو، وعندنا التونة، التونة متاتا، وعندنا كمان الأومليت اللي هو البيض المخفوق. ترارارا، وهنا جايبين فرنش توست من فرنسا وتحديداً مدينة بوردو لعيونك. إيش هذا؟ فطور فندق؟ ما أبغى. عفواً مسيو، ليه ما عجبك الفطور؟ أنا آسف لأنه حقيقة ما يشبع. هاي فقي أنت وربي أشبع وجهك بذا. أهدى. إيش تبغى يا طول عمر؟ أبغى كبدة. كبدة، ألحق الكبدة يا ولد. بل 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 بل، لو أشوف كيف مسح الصحن مسح ما بقى فيه ولا لقمة. معقولة واحد يأكل الأكل الكثير ده ويموت؟ اذكر الله ولا لا تنحته. إيش أنت عودي؟ أرسل لك الترجمة بالواتس. اسكت لا يسمعنا. كبدة ازيدك؟ لا بس شبعت، خلي الشباب ياكلون دحين. حاب تغسل طال عمرك؟ لا ما احتاج، انا اذا كنت ما اغسل. اصلا بتتغسل كلك قريب. ما هو؟ اقصد بالعافيه بالعافيه. يا هلا بلعم، اما في عين العدو ايانو الكاذب الهارب. يومين ما اجم بيت والله عربي. كف كف كف، جا 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 جا، بس انه بس انه اصلا ما ضيع كفته لنتون. كفته كفتة. يا ويله يا بيرنه. عجيبة 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 كفتة عجيبة. الله 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 الله. جاتا كمان راح يموت ولا ايه؟ هذا شكله يا بيموت من التخمة. اويله، قول ما شاء الله لا تروح تنحته. ما شاء الله الف. بالعافية ابويا. الله يعافيك يا ولدي، صراحة الله لا يهم اللي يلومك. سحبتك على البيت في مكانها يا ولد، صراحة العيشة عيشة ملوك ما شاء الله. شفت كيف أصحابي يحبوني يا أبويا؟ هذا اللي يسمع نصيحة الكبار، ما قلت لك أسحب عليهم يجنك لحد عندك. قال هالمثال، من تغلى تخلى. ودانا 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 ودانا. كفتة صغير يحب النه، وكفتة صغير يحب النه، كفتة صغير يحب النه، والله صغير يحب النه. أقول لك، قلت لي دلفين غبي. طيب قلت لي غراب. عمي كفتة هذا أحلى عصير لعيونك، ترى يعرف يقلد صوت البعير. أحد سألك؟ لا أسكت. سب عامر، هات العصير هنا. عامر رد على الجوال، شوف من اتصل. طيب هذا ابو سوسن. وهذا ازعجنا، رد عليه وخلص موضوعي معه. وش يبي منك؟ مو شغلك، خليه يجي هنا في الاستراحه وتفاهم معه وانا اكمل استجمامي. الو، لا انا ماني بكفته، انا عامر مدير اعماله، امرني. كل هذا
أبو سوسن؟ زبدة الموضوع، خويكم كفتة القصير اللي انتم مخبينه أخذ مني مبلغ سلف، يا تطلعون هيا بالعجرة هذه في رؤوسكم، أنا أدري إنه في وجيهكم. إيش يعني في وجيهكم؟ يا كثر نشتك أنت، ما هو بوقتك الحين. طيب طيب الحين أنت أبو سوسن؟ إيه أبو سوسن، مع إنه مو باين عليك أبو سوسن، المفروض أبو عجرة أبو ساطور. تستهبل علي أنت؟ لا 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 خلاص خلاص. طيب كم تطلب كفتة؟ 600 ريال. لا يا شيخ، مسوي زحمة والشارع فاضي وعضلات وجايب هارون كمارة وكنو. تعال أنت وراك تضرب بدون كورة، ها ورع أنت ورع. أنت استهبل علينا؟ لا 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 خلاص خلاص والله لا أعطيك 600. الحين كل ذا الصجة ومسحب رجلينك لين داخل هنا عشان 600 ريال؟ أقول تبيع شبكة ولا كاش؟ لا 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 دقيقة، في مبلغ شيك ب10,000 ريال من غير رصيد من كفتة، يا تدفعونه يا والله لخطفة. أخطفة؟ أقول لك تدفعوا لخطفك أنت يا بطاقية. إذا حلوين غطينا المبلغ وزيادة. أبد، هذا واجبنا وسامحنا على القصور. بس في سؤال يا أبو سوسن. تفضل. العامل حقنا ليش ما أخذه؟ بخليه ينزل الأغراض وبرجعه. وعلى فكرة كلموا كفتة اللي أنتم مخبينه إنه ما عاد يتسلف من أحد، وسلامتكم. أبو سوسن قل لي، جاكيته حلو؟ أعطيه الجاكيت يا عامل. أعطيه الجاكيت. تفضل مشانا يا عيال.